ماك وياي حق العيد عشان اركب لي شغله تلوق مع ملابسي، لانها هبه الحين هابين فيها، اركبها مع الملابس ان تكون مثلا العلاقه والكفر لايقه مع الملابس. وكل عام وانتم بخير. الحين عيد الفطر وكذي، والناس كلها محصله فلوس وكذي، فيشترون اشياء وكذي، والكفرات والاكسسوارات شيء اساسي عندهم، يعني لازم يشترونه من ضمن الاغراض وكذي. والله يا ياخذ ساعات وكذي، تدري الهبه الحين فنيله حمراء، ساعه حمراء وكذي، فما لنا الا هالمحل. انا جاي اشتري الاكسسوارات حق العيد، ويعني عشان تركب مع ملابسي. استلمنا العيادي بالعيد وجايين نشتري بالعيادي، نستانس وناخذ لنا اكسسوارات نتميز شوي، تاقلم مع البيئه اللي عايشين فيها. انا جاي اخذ هانجرز واحده من هدول لانه كثير دارجه، وحسب اذا شفتوا برنامج شوجي فبتلاقيها حاطتهم، وكثير بتلاقيها انه على الموضه، وكثير بتلاقي بنات بحطوها، فحب يكون ستايلش اكثر، وهالشيء انه بيعطي شوي جمال، او على الموضه بتلاقيها انه ستايل جديد. استلمنا العيديه وقلنا نصرفها يعني بهذا المحل، يعني مثل نشتري القلادة حق التليفون أو نعلقها، يعني ناس هبة شبابنا الكويتين. يا يعني زهلق الجهاز حق العيد، والمحل متميز بالكفرات الطيبة والسوالف والهبات، فقلت يعني كذي نضبط الجهاز بهالمناسبة السعيدة هذه. الحين يعني موسم والحين عيد، فالكل جاي يعني يشتري تقريبا، فأكثر شيء البنات جايين متجهين حق الاكسسوارات. كل عام وانتم بخير.